لو سألت حضرتك برضو عن يعني تكلفة العلاج في مصر الآن، هي تكلفة غالبا يعني بتفوق قدرة الأسرة والأسرة المتوسطة مثلا على سبيل التحديد، يعني كيف نواجهها؟ ما هو طبعا ما هو عشان كده كان وجود التأمين الصحي الشامل ده مهم جدا. احنا دلوقتي التأمين الصحي شغال اللي هو العادي، وفي العلاج على نفقة الدولة، وفي طبعا المبادرات الصحية الرئاسية اللي بتحصل كتير دي حلت أزمات كتير جدا. يعني كان عندك مثلا مبادرة 100 مليون صحة، مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، في مبادرات كتير جدا، والتقزم كتير جدا. بتصل لكل الناس يا دكتورة؟ إلى حد ما، إلى حد ما. إيه معوقات عدم وصولها؟ ممكن الناس تبقى مش متخيلة أن دي خدمة هتحصل فعلا على أرض الواقع أو ريال. الزحمة اللي ما وصلتش للمكان بتاعها في القرى والنجوع، يعني هي بتروح في المحافظة. يعني أنا من كنت نائب رئيس جامعة كنت بشتغل في المبادرات دي، فكان مثلا ايام كان عندنا مثلا مبادره الكشف المبكر عن سرطان الثدي، كانت العربيات الاجهزه بتاعه الاشعه كانت بتقف في الجامعه بس، طب القرى والنجوع، فطلبنا من الوزاره انها تبعت لنا عربيات متحركه عشان نقدر نوصلها للقرى والنجوع عشان نوصل للناس جوه. فهي المعوقات اللي هي الوصول، لكن طبعا المبادرات الرئاسيه طبعا حلت جزء كبير، ساهمت في حل جزء كبير جدا. طبعا احنا دلوقتي بقى بنعاني من ازمه الدواء وارتفاع اسعاره ونقص حاجات ادويه كتير طبعا، علشان الماده الفعاله بنستوردها معظمها. حضرتك بتتكلمي عن استيراد الادويه او الحاجه الى استيراد الادويه من الخارج؟ انا بتكلم على سعر الادويه، سعر الأدوية غيري، لأن احنا بنشتري معظم المواد الفعالة من الخارج، فبرضو نفس المشكلة ان احنا ده برضو أدى إلى عدم توافر أدوية كتير، وفي أدوية غليت قوي 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 دلوقتي. لكن برضو الدولة عاملة مجهود كبير جدا في التغطية الحقيقة. يعني طبعا حضرتك بتتكلمي عن المستشفيات مثلا في مدن مصر المختلفة، أحوال مستشفياتنا إيه في يعني أرجاء البلد كلها؟ وأنا الحقيقة بسأل بالتحديد على المستشفيات العامة. هو المستشفيات العامة دي جزء من المستشفيات زيها شبهها مستشفيات الجامعية. أيوه. المستشفيات الجامعية حصل فيها تطوير كبير جدا في الفترة الأخيرة حقيقة. المستشفيات العامة لا، محتاجة شوية شغل بصراحة. اللي كمان اتحسن جدا دلوقتي واللي بنأمل فيه اللي هيساعد كمان في التأمين الصحي الشامل، حياة كريمة. حياة كريمة بتعمل في كل قرية وحدة صحية محترمة، شيء جيد طبعا. وهي دي اللي احنا يعني معتمدين عليها في انها تساعد في الخدمة الصحية الأولية. هيك بتقولي وحدة صحية، هل الوحدة الصحية هتبقى مؤهلة لاستقبال المرضى؟ وحدة صحية مش ضروري يكون فيها يعني إعاشة، لكن وحدة صحية فيها طبيب وفيها هيئة تمريض وفيها هيئة أطباء وهيئة تمريض وفيها أجهزة الأساسية للكشف الأولي، أو ممكن لأنها بتبقى زي العيادة المحترمة الكبيرة، مش وحدة صحية زي اللي احنا كنا بنفكر، لا، عيادة محترمة تقدر تشوف الرعاية الصحية الأولية وتخدم ناس كتير جدا، فدي برضو من القطاعات المهمة جدا. لكن انا معاكي، المستشفيات الحكوميه محتاجه نظره اكتر. حضرتك كنت عضو فعال في الحوار الوطني. أيوة. وكان في مناقشه لكل هذه المسائل الطبيه. أيوة. هل في شيء ما ممكن يعني نلقي عليه النظر حاليا بحيث انه هيبقى ناتج جيد لهذا الحوار في المجال الطبي؟ طبعا، زي ما قلت لحضرتك احنا اول ملف فتحناه كان التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، وده كان ملف مهم جدا جدا. تاني حاجة هنبتدي بيها قريب ولادنا، الأطباء بيمشوا ليه؟ قانون المسؤولية الطبية محتاجينه ضروري. والحقيقة يعني في أكتر من دورة في المجلس النواب بيدخل ويخرج ويدخل ويخرج، ولسه ما وصلناش لحل فيه. قانون المسؤولية الطبية قانون يعني بيحكم العلاقة بين الطبيب وبين المريض، بيحدد لو حصل لا قدر الله أي خطأ مين إزاي يتحدد، وهل هو خطأ طبي ولا نوع من أنواع المضاعفات. ما هو أحيانا أهل المريض بيخلطوا، بيفتكروا إن حصل حاجة يبقى دي غلطة الطبيب،
احيانا كتير جدا بتكون مضاعفات، مضاعفات من عمليه جراحيه مثلا، مضاعفات من نزيف، مضاعفات من حاجات كتير. ازاي نميز بين الاثنين؟ ومين اللي يحكم؟ مين الحكم؟ هل رئيس النيابه ولا طبيب؟ طبيب وهيئه طبيه تقدر ما هو ده الخناقه بقى اللي حاصله دلوقتي بين القانون وتشريعاته وبين النقابه. احنا دلوقتي عايزين نوصل لحاجه تريح الاطباء، فدي حاجات مهمه جدا. قانون المسؤوليه الطبيه ده قانون مهم جدا، لازم ندعم جدا ان هو لازم يخرج ان شاء الله في الدوره دي لمجلس النواب باذن الله. قانون المسؤوليه الطبيه. قانون المسؤوليه الطبيه.